يلا نبدأ. بسم الله. شابتر 2 عنواننا فيه جينجر. عنواننا فيه جينجر. مين جينجر؟ قلنا طبعا ديت اللي هي البراون تول هورس، الحصان البني الطويل اللي كانت مع بلاك بيوتي، واللي اول ما شافت بلاك بيوتي قلنا جليرد ات هيم بيكوز هي توك هير بوكس، لانه اخذ البوكس بتاعها او الستيبل بتاعها. تمام. بنقول وان داي جينجر اند اي، مين اللي بيتكلم هنا؟ قلنا بلاك بيوتي. وير ستاندينج اندر ذا تشست نوت تري، كنا واقفين تحت الشجره. I told her about my old master. كلمتها عن الأولد ماستر بتاعي وإزاي هو كان كايند معايا. And how kind he was to me. وإزاي هو كان كايند. يبقى how was بلاك بيوتيز first master. قلنا he was kind. كان طيب. Ginger snorted and then she told me her story. يعني زعلت كده أو عملت زمزقت كده وبدأت تحكي الحكاية بتاعتها. بتقول My first years were very different. السنوات الأولى ليا كانت مختلفة تماما عن اللي انت بتقوله يا بلاك بيوتي. She said بتقول When I began to eat grass، لما بدأت أكل العشب. Two men، في اتنين رجالة. Came into the field، جم الحقل. And took me away from my mother، وأخدوني من ماما. يبقى who took her from her mother، من اللي أخد جينجر من مامتها. Two men. من هم؟ تعالوا نشوف. They had a bridle، كان معهم لجام. And a whip، ومعهم كرباج. يبقى جايين معهم بريدل لجام and a whip، خط تحت بريدل ووب. One of them was my master. واحد من الاثنين دولت كان الماستر بتاعي، السيد بتاعي او صاحبي، اللي اسمه سامسون. يبقى ده اول اسم مهم عندي في شابتر 2، سامسون. هو سامسون، هقول جينجر ذا ماستر، هو الماستر بتاع جينجر. He held my mane، مسكني من عرفي، يعني مسكني من شعر راسي كده. He held my mane. And the other man pushed the pit. بوشد معناها ضغط او دفع. حط البيت اللي هي قلنا شكيمة انتو ماي ماوس، في بقي او في فمي. very roughly يعني بقسوة او بخشونة، بغباء، بقوة. تمام. دي بيجي لي في اكمل، يقول لي سامسون هيلد ماي، هقول له مين. and the other man pushed the bit into my mouth roughly، يعني بقسوة. I was shocked، اتصدمت في الوقت ده. It hurt so badly، كانت بتؤلمني جدا. Then Samson اللي هو الماستر بتاعها started to pull me along، بدأ يجرني أو يسحبني by the bridle، من اللجام اللي هو جايبه. The other man، الشخص الآخر اللي كان مع Samson، ويبد مي، كان ماسك الكرباج وقاعد يضرب فيا بالكرباج. ويبد مي. I hated Samson، كرهت سامسون. His father was a kind man، باباه كان راجل طيب. But he was very old. يبقى سامسون ده اللي هو الاونر اللي جاء اخد جينجر من مامتها، كان باد مان، كان راجل سيء او شرير، لدرجة ان جينجر hated him، جينجر كرهته. طب بالنسبة لباباه، بابا سامسون ده شكله عامل ازاي؟ He was kind man، رجل طيب. But he was very old، ولكنه عجوز في السن. So Samson did most of the work، ولذلك سامسون هو اللي بيقوم بمعظم الأعمال on the farm، في المزرعة. يعني هو اللي بيشتغل بدل باباه في المزرعة. يبقى يجي لي هنا يقول لي Why did Samson do most of the work on the farm، اللي سامسون هو اللي بيقوم بمعظم الاعمال. هقول because his father was old man، لان باباه كان راجل عجوز. يجي لي في complete ويقول لي سامسون the father was kind man but he was very، ولكنه كان old. يبقى هعرف old وkind الخاصة بي سامسون the father، بابا سامسون الراجل الطيب. one day، في يوم من الايام، بطل لعب. في يوم من الايام He made me trot around the field، خلاني أجري حول الحقل. Until I was so tired، لحد ما تعبت. That I nearly fell، لدرجة أن أنا وقعت. مين اللي بيتكلم؟ جينجر. The next day، اليوم التالي. He put a bridle on me، حط اللجام، لبسني اللجام يعني. And threw
through هنا بتدل على القسوة بتاعته. He threw a saddle رمى السدل onto my back على ظهري. Samson told the people that he was an excellent rider. Samson بيتباهى وبيقول للناس اللي عنده ان هو excellent rider. يجي لي ديت اكمل يقول لي Samson told the people that he was an هقول له excellent rider. هو بيقول على نفسه ركيب ممتاز. He was an excellent rider. ده الكلام بيقوله سامسون عن نفسه للناس وبيتفاخر بكده. That day في ذلك اليوم I made a plan. يبقى what did Ginger make? Ginger عملت ايه؟ A plan. عملت له خطة عشان تنتقم منه. To teach him a lesson عشان تعلمه درس. يبقى Ginger wanted to teach Samson a lesson. جينجر عايزة تعلم سامسون اللي هو اللي بيقول للناس ان انا excellent rider عايزة تعلمه درس عايزة تأدبه. He got on my back ركب على ظهري and pulled hard وشد اللجام on the reins جامد. Pulled hard on the reins شد اللجام جامد. I reared up on my back legs and Samson started to whip me. بدأ سامسون يضربني. I kicked and bugged and roared. جريت وتنطط. I tried everything to throw this terrible man. حاولت بكل الطرق ان انا ارمي throw this terrible الفظيع ده الراجل الفظيع ده اللي هو سامسون off my back من على ظهري. يبقى خطة جينجر ان هي throw سامسون off her back انها توقع سامسون من على ظهرها عشان ما عادش يقول لحد ان انا excellent rider. Through this terrible man of my back he held my mane مسكني تاني من عرفي او من شعري او من شعر راسي and dug his sharp metal spurs. خلي بالنا من الكلمة دي كويس. He dug معناها كلمة dug الماضي من dig يعني يحفر بيغرز بيغرز. الشارب مثل سبارس الشوز بتاعه فيه سبارس يعني فيه وخزات فيه سنون مسنن عامل زي الترس كده فيه سنون. انتو ماي سايدز في اجنابي في جنبيني لو بطنها يعني تخيل كده الشوز بتاعه تمام فيه قلنا سبارس معناها اخرام او بواز اللي هي من حديد فبينغزها بالحديد ده في بطنها في جنبها في السايدز بتاعتها لدرجة ان هي خر الدم او عملت بليد نزيف. The sparse cut me badly. Cut me badly يعني عورتني بطريقة سيئة جدا او جامد عورتني جامد. The sparse cut me badly السبارس ده عورتني جامد. But at last ولكن في النهاية I threw him off my back. يبقى كود جينجر throw him off her back. هل جينجر استطاعت ان هي توقعه من على ظهرها؟ Yes she could. ايوه طبعا قدرت ان هي ترميه من على ظهرها. جينجر went on بتكمل حكايتها وبتقول I galloped to the other end of the field. galloped جريت لما وقعته جريت رحت على الجانب الاخر من الفيلد من الحقل and stood still ووقفت ثابت مكاني. بعد ما رماته طلعت جري على الجانب الآخر من الفيلد وستود ستيل وقفت ثابتة مكاني. I was breathing hard كنت بتنفس بصعوبة and sweating وبصب عرق أو عرقانة. Samson got up and limped through the gate. limped هنا معناها أهوت زي ما احنا شايفين كده ومسك رجليه. limped معناها بيتك أو بيعكز أو بيعرج على رجليه. limped through the gate بيعرج على رجليه عند البوابة اهو. ده سامسون وده الويب اللي معاه اللي هو بيتعامل بيه مع جينجر. يبقى he was a bad man. how did he treat ginger عامل جينجر ازاي؟ قلنا he treated ginger badly badly. I stood there for a long time. جينجر بتقول انا وقفت هناك. هناك فين؟ في الاذر سايد اوف ذا فيلد. For a long time لوقت طويل. It was a hot day كان يوم حار. Flies الذباب أو الحشرات الطائرة. Flies buzzed around me الحشرات كانت buzzed around me قاعدة تزن حواليني. أهيت تمام دي الفلايز قاعدة تزن حواليه.
Around me, I was hungry. كنت جعان and very thirsty وعطشان. Then, as the sun went down, the sun went down معناها بتغرب الشمس. Samson's father, Samson's father, الرجل الكايند اللي هو الأولد مان. Came into the field, جاه الحقل and walked up to me وجا ناحيتي. He patted me, patted me يعني طبطب عليا. And feed me وأكلني some oats بعض الحبوب أو بعض الذرة. Poor ginger, ginger المسكينة. He said, then he led me to the stables. أخذني وداني الاستابل. He gently يعني برفق وبحنية took off my saddle خلع السادل السرج بتاعي اللي هو ده هو. كمان he took off my saddle and the bridle وكمان البريدل اللي جام فكه هو كمان. And filled my bucket, filled my bucket يعني ملا الباكت يعني الجردل with cold water. يبقى ده دليل على ان سامسونز فادر واز كايند مان كان راجل طيب. عمل ايه؟ ان هي باتد جينجر يعني طبطب على جينجر. جيف هير سام اوتس ادها بعض الاوتس عشان تاكلها لانها كانت جعانه. كمان جنتلي هي توك اوف ذا سادل اند بريدل اند فيلد هيز باكت او هير باكت ويز كولد ووتر وملالها الجردل بتاعها ميه ساقعه. As he washed the blood from my sides وهو بيغسل البلد الدم من السايدز بتاعتي من الجوانب بتاعتي. Samson came, Samson دخل علينا الاستابل into my stable. The old man shook his head الرجل العجوز هز في راسه كده يعني مش عاجبه الوضع مش عاجبه اللي حصل لجينجر بسبب ابنه الباد. The old man shook his head at him بيهزله راسه كده يعني عايز يقول له انت ليه عملت كده. And said وبيقول له بص يا حبيبي بقى الحكمه ديت وخلي بالك منها وخدوه تحتها خط كلها اللي جايه. Look at poor Ginger انظر الى Ginger المسكينه. If you treat a horse badly يا ابني لو انت بتعامل الحصان بطريقه سيئه it will treat you badly too هو كمان هيعاملك بطريقه سيئه ايضا. يبقى نخلي بالنا من الحكمة اللي قالها الراجل اللي هو سامسون ذا فادر بيقولها لسامسون بيقول له if you treat لو انت بتعامل a horse badly لو انت بتعامل الحصان badly يعني بطريقة سيئة it will treat you badly too هو كمان هيعاملك بطريقة سيئة أيضا. نخلي بالنا وتتحفظ الجملة دي. I didn't see Samson again جينجر بتقول أنا ما شفت سامسون بعد كده. A groom looked after me فيه سايس هو اللي بيرعاني او بيتابعني. A groom looked after me and the old man came to see me every day والراجل العجوز بيجي يشوفني كل يوم في الاستيبل. When my sides got better يعني لما جوانب بتاعتي بقت كويسة خفت صحت. The old man sold me to a smart man. The old man العجوز اللي هو ابو سامسون باعني sold me يعني باعني to a smart man from London يبقى هاجي ده هيت مهمة جدا. Who bought ginger from the old man من اللي اشترى ginger من الolde man الصوت يا شباب من اللي اشترى ginger من الolde man هقول a smart man from London لازم كده مش هقول smart man وبس لا a smart man from London. smart هنا بمعنى أنيق أو شيك. smart معناها هنا في القصة شيك أو أنيق. smart man from London رجل شيك من لندن هو اللي اشتراني. he had one brown horse بالفعل هو عنده حصان بني to pull his carriage عشان يجر العربة بتاعته. and he wanted another one وكان محتاج لحصان تاني يجر معاه الحصان اللي موجود ويبقوا الاتنين بني ويبقى شكلهم شيك كده وأهم حاجة اللي يهمه بس انهم يبقوا شيك يبقوا سمارت. I hope he was kind man كنت بتمنى انه يكون kind طيب. but ولكن when he put on my harness لما لبسني الهارنس اللي هو اللجام بتاعي he made me wear a special rein called a bearing rein خط تحت bearing rein. يبقى الراجل ده اللي هو السمارت مان from London made me wear خلاني ألبس a special rein يعني لجام خاص
كولد بيرنجرين، اسمه البيرنجرين. يعني ايه بيرنجرين؟ البيرنجرين قلنا لجان بيرفع راس الحصان لفوق لدرجه انه ممكن يعذبه، وبالفعل ده اللي حصل مع جينجر. البيرنجرين كان بيرفع راسها لاعلى غصب عنها لدرجه انه ممكن يؤلم راسها او يسبب لها مشاكل اثناء السير. انت وانت طالع السلم لازم توطي راسك عشان تعرف تطلع، عمرك ما تطلع سلم وانت رافع راسك لفوق. بالظبط كده في المشي ما تقدرش جينجر كحصان ان هي تمشي وراسها مرفوعه للسما فوق. I hope you never have to wear one beauty. جينجر بتقول لي بلاك بيوتي اتمنى انك ما تلبس واحد زيه في يوم من الايام، اللي هو البيرنجرين ده. It's so tight. So tight يعني مشدود جدا، يعني very tight مشدود جدا. That it pulls your head up very high لدرجة انه بيرفع راسك لأعلى او بيشد راسك لأعلى very high عاليا جدا. The pain is terrible. الألم بتاعه، كلمة بين يعني ألم، الألم بتاعه فظيع جدا، الوجع بتاعه فظيع. I had to wear a very sharp bit too. بيقول كمان اضطروني ألبس very sharp bit يعني شكيمة، sharp sharp يعني حامية حادة. And it made my mouth bleed، اللي خلت بقي bleed ينزف، جاي من كلمة blood دم، وبليد هنا بمعنى ينزف دم. I hated my work، كرهت شغلي عند الرجل ده. Some days we were out with the carriage، كنا بنخرج معاه بالكارج بتاعته، اهي الحنطور بتاعه ده. تمام؟ في يوم من الايام بيقول احنا خارجين معاه. I hope you never have to wear one beauty. اتمنى انك ما تلبسش بيرنج رين زي ده. It's so tight لانه مشدود جدا. That it pulls your head up very high. The pain is terrible. ألمه ووجعه فظيع. I had to wear a very sharp bit. قلنا لازم كمان حطوا لي شكيمة حامية أو حادة اللي خلت my mouth bleed، بقي يجيب دم أو ينزف دم. I hated my work، كرهت شغلي مع الراجل ده. Some days we were out with the carriage، بنطلع بالكارج بالحنطور بتاعه ده for hours لساعات. We had to stand and wait، طبعا الراجل بيدخل يخلص مشاويره أو شغلته وإحنا منتظرينه في الخارج. We had to stand، مين الوي دولت؟ اللي هو جينجر والبراون هورس التاني. We had to stand and wait for our master، كان لازم نستنى واقفين منتظرين الماستر بتاعنا. When he went to a party، في الوقت اللي هو في حفلة مثلا، or to the theater أو هو في المسرح. If we didn't stand still، يعني ايه didn't stand still؟ لو ما وقفناش ثابتين، لو ما انتظرناهوش واحنا واقفين ثابتين مكاننا. ذا كوتش مان، مين الكوتش مان؟ الراجل ده هو، ده اسمه كوتش مان يعني سواق. ذا كوتش مان وبد اس بيكرباجنا، بيضربنا بالكرباج زي ما احنا شايفين كده. if we didn't stay still، لو احنا ما وقفناش مكاننا، ذا كوتش مان وبد اس بيضربنا بالكرباج. Our master اللي هو السمارت مان from London didn't care about us at all، لم يهتم بنا ابدا، مش في دماغه حصانه ايه وبتاع ايه، مش في دماغه الحصان هو محتاج ايه، هل هو محتاج لاكل ولا شرب ولا لا، هل هو مستريح في الاستيبل بتاعه ولا لا. لا ده ما يهموش خالص، هو كل اللي يهمه ان الهورسز بتاعها شكلها جميل سمارت. He just wanted his horses to look smart. هو فقط عايز حصنته شكلها سمارت، أنيقة وشيك زيه. So that all the fashionable people admired them. علشان الناس اللي هم أصدقائه يبقوا مبسوطين منه، الناس اللي هي بتحب الموضة زيه يبقوا مبسوطين من الحصنة بتاعته شكلها جميل وشيك. يبقى fashionable people يعني الناس المسيرة للموضة، الناس اللي ماشية على الموضة، admired them يعجبهم الحصانة ديت. The other horse الحصان الثاني اللي كان معايا said that he soon got used to the bearing rein، قال ان هو تعود على البيرنج رين اللي جام اللي بيرفع راس لفوق ده.
But I never did. ولكن أنا عمري ما تعودت عليه ولا هتعود عليه. أنا كرهاه. Then one day, وفي يوم من الأيام, I ran away. جينجر بتقول I ran away. يعني أنا هربت. I was caught. بعد ما هربت جابوها. I was caught يعني مسكوني. And then sold again. وباعوني مرة تانية. يبقى سامسون أخذ جينجر من مامته. وبعد ما خفت وتعالجت الأولد مان اللي هو بابا سامسون باعها لسمارت مان فروم لندن. بعد ما هربت من السمارت مان جابوها عشان يبيعها تاني لجروم. ذا جروم ات ذا نيو بليس. الجروم اللي هو السايس اللي في المكان الجديد واز از باد تمبرد از سامسون. ما كانش متربي زي سامسون. كان قليل الادب زي سامسون. باد تمبرد يعني سيء الخلق زي سامسون بالظبط. يبقى الجروم الجديد سيء وشرير ووحش زي سامسون الباد. He often hit me with his broom. خط تحت بروم. يبقى النيو جروم بيضرب بالبروم. النيو جروم بيضرب بالبروم. In the end, في النهاية, I beat him. عضيته. And I was sold again. وتم بيعي مرة تانية. That's when I came here. لما جيت هنا to Birtwick Park. في Birtwick Park عند سكواير جوردون. Everyone is kind here. الناس هنا كلهم طيبين. سواء سكواير. سواء الجروم اللي اسمه جون. سواء الستيبل بوي اللي اسمه جيمز. But I will never trust a man. الحكمة اللي خدتها من تجربتها جينجر بتقول I will never trust a man. أنا عمري ما هدي أمان لراجل. عمري ما هثق في إنسان. عمري ما هثق في أي راجل من الرجالة. All men are my enemies. كل الرجالة أعدائي. I felt very sorry for Ginger. بلاك بيوتي بيقول أنا حزنت عشان جينجر. صعبت عليا. I felt sorry for Ginger. يبقى did black beauty feel sorry for ginger? Yes he did. ايوه زعل عشانها. But as weeks passed, عدت الاسابيع, she grew happier. يعني اصبحت سعيدة. Ginger needs kindness. Ginger محتاجة الطبطابة. Ginger عايزة الطبطابة. كلنا والله عايزين الطبطابة. Ginger needs kindness. Ginger عايزة العطف. The poor thing, said John. The groom to Squire Gordon. مين اللي بيقول ان جينجر محتاجة لكايندنس لطيبة وعطف وحنية؟ اللي بيقول الكلام ده جون. The groom بيقول لسكواير جوردون اللي هو صاحب المكان. بيقول له والله جينجر حصانة كويسة وكل حاجة بس هي محتاجة ايه اللي يطبطب عليها. She needs kindness. يبقى هقول ان جون the groom said that جينجر needed kindness. جينجر كانت في حاجة للكايندنس. She will soon be as good as Black Beauty. نديها شوية حنية وطبطبة كده هتبقى حلوة وكويسة زي Black Beauty بالظبط. وتبقى شطورة زي Black Beauty. ده مين؟ ده رأي جون ذا جروم للراجل اللي هو سكواير جوردون عن جينجر. كده جينجر خلصت وحكايتها. هنروح لموقف تاني خاص بميري ليجز. فاكرينه؟ فاكرين ميري ليجز؟ فاكرين ميري ليجز؟ الجراي الجراي او الفات جراي بوني. الفات جراي بوني. الفات جراي بوني الحصان البني القصير التخين ده. A few days later some children came to play with Miss Flora and Miss Jessie. مين Miss Flora وMiss Jessie؟ دول the children of Squire Gordon. Miss Jessie Miss Flora ده هم دولت the children of Squire Gordon. اطفال Squire Gordon. The children rode on Merrylegs. الأطفال كانوا بيركبوا Merrylegs, the pony اللي هو الحصان أو السيسي. When John brought him back in the evening, لما جون جابه في المساء, he said, بيقول, behave yourself in future, Merrylegs. Behave yourself يعني تأدب. احترم نفسك بعد كده يا Merrylegs. Or you will be in trouble with the squire. وإلا هتتسبب في مشكلة مع سكواير جوردون. اتأدب وإلا
عدم أدبك ده هيعمل لك مشكلة مع سكوير جوردون، يعني ممكن يبيعك لأي حد. تاني behave yourself in future Merrylegs، الكلام ده بيقوله جون، جون بيقوله لميرليجز وهو بيدخله الاستيبل بتاعه، بيقوله behave yourself، احترم نفسك وتأدب، or وإلا you will be in trouble with the Squire، وإلا هتعمل مشاكل مع سكوير جوردون. بلاك بيوتي سمع الكلام ده فبيقول I asked Merrylegs what happened، سألت Merrylegs هو إيه اللي حصل يا ميري. The children rode me for a long time، بيقول الأطفال ركبوني لمدة طويلة. Merrylegs بيوضح لمين؟ لبلاك بيوتي، بيقول one of them، واحد منهم wanted me to go faster and faster، واحد من الشباب دول أو من الأطفال دول wanted me to go faster and faster، كان عايزني أجري بيه أسرع وأسرع. And he hit me، وضربني with a stick، بعصاية زي ما احنا شايفين في الصورة. But I was tired، ولكن انا كنت متعب، ما كنتش عارف اجري بقى. So I stopped suddenly and the child fell off. Stopped suddenly يعني فرملت، وقفت، and the child اللي هو الطفل ده او الولد ده fell off، وقع من على ظهري. ودي حركة كان قصدها Merrylegs علشان الولد اللي بيضربه ده، دي حركة قصدها Merrylegs عشان برضو يعلم الولد ده الأدب. فهو stopped suddenly، وقف فرمل مرة واحدة، وقف مرة واحدة، وفي الوقت ده الولد fell off his back، وقع من على ظهر بلاك بيوتي. جينجر واقفة وسمع الكلام. Merrylegs it wasn't Miss Flora or Miss Jessie was it، اوعى يكون الطفل اللي انت وقعته ده مس فلورا ولا مس جيسي ولاد سكوير جوردون. او نو، لا طبعا، they are always kind to me، لا البنات دولت كويسين معايا على طول، بنات سكوير جوردون مؤدبين. it was one of the boys، ده كان ولد، كان ولد من الولاد اللي كانوا موجودين. he hit me with a stick، ضربني بالعصا. he wanted me to go faster and faster، كان عايزني اطلع بيه او اسرع بيه. When John saw the stick، لما جون شاف العصا في ايد الولد، he was angry، كان غضبان. يبقى شعور جون لما شاف العصا في ايد الولد وهو بيضرب Merrylegs انه كان angry، بس في نفس الوقت كان بيحذر Merrylegs انه ما يعملش كده تاني. Good for you، جينجر بتشجعه. جينجر طبعا مش عاجبها الكلام ده، ازاي الولد يضرب Merrylegs، فبتقول له good for you، برافو عليك يا Merrylegs، يا ريت تكون رفضته كمان مش وقعته وبس. Did you kick the boy too؟ انت رفضته؟ قال لها no I never kick، لا انا عمري ما برفض يا جينجر. It's my job to look after those children، ده انا وظيفتي ان انا اعتني واهتم بالاطفال دول. سكوير جوردون trusts me، سكوير جوردون بيثق فيا، مديني ثقة عمياء، بيثق فيا. If I start to kick، لو انا بدأت ارفص، they will sell me، هيبيعوني. And I like it here، وانا عجبني المكان هنا في بيرتويك بارك، فانا مش عايز اتباع، فعشان كده ما انا ما رفضتوش، انا بس فرملت وقلبته وقعته عشان يتعلم الادب، انما كيك لا، انا مش بتاع الكيك والكلام ده. سكوير جوردون جينجر بايتنج كيك، صح؟ استاذه في البايتنج والكيكينج، ان عشان كده ما هي بتشجعه، هي بتقول له ده ما رفضتوش، قال لها لا ما رفضتوش، انا يا دوب بس وقعت. سكوير جوردون واز نيفر كراول، خلي بالنا من الجمله دي مهمه جدا، الخط تحتها. سكوير جوردون واز نيفر كراول تو هورسز، يعني كراول قاسي سيء شرير. فهنا بنقول ان سكوير عمره ما كان شرير مع الحصانه بتاعته. سكوير جوردون واز نيفر كراول تو هيز هورسز. اف هي سو اني one being cruel to a horse، فلو شاف حد بس بيسيء لحصان او انه قاسي مع حصان، he became very angry and upset، بيغضب angry، بيغضب وابسط، بينزعج ويغضب برضه. one day، وفي يوم من الايام، he was riding me home، كان راكب بلاك بيوتي ومروح بالبيت. when he saw a pony، لما شاف حصان صغير كده pulling a small cart، بيجر عربية صغيرة. when the pony came to Birtwick Park، لما البوني الحصان ده وصل عند Birtwick Park، he turned to go in the gates، يعني اتضير عشان يدخل من البوابة. the man pulled him back، زمان الراجل اللي راكب الحصان ده او البوني ده pulled him،
باكسو رافلي بيجره او بيشده لورا رافلي بقسوه. ذات ذا بوني نيرلي فيل لدرجه ان البوني الحصان الصغير ده وقع. Then he began to whip the little horse وبدا يضرب الحصان الصغير بالكرباج. The man was called Sawyer. الراجل ده كان اسمه سوير. يبقى مين سوير؟ ده صاحب البوني الصغير اللي كان بيضربه عند بيرتويك بارك. شغال ايه سوير؟ A builder. بناء، عامل بنا، بيبني. A builder who sometimes worked at بيرتويك بارك. ده بنا كان احيانا بيشتغل في بيرتويك بارك عند سكوير جوردون. يبقى المنظر ده عجب سكوير جوردون؟ لا طبعا ما عجبوش. وتعالوا نشوف هيقول له ايه. سكوير جوردون شاوتد ات هيم، زعق له. شاوتد اد يعني زعق له تو ستوب، وقال له بطل تضرب الحصان ده. I didn't want him to turn. هو بيقول انا مش عايزه يتضير، انا مش عايز الحصان يتضير. كرايت سوير. سوير بيرد يقول انا مش عايزه يتضير. I wanted him to go straight on. انا عايزه يمشي طوالي على طول. He deserves a good whipping. هو يستاهل الضرب. ده كلام مين؟ كلام سوير الراكب للحصان ده. بيقول he deserves a good whipping، يعني الحصان ده يستاهل الضرب. Your pony often brings you to بيرتويك بارك. يا راجل عيب عليك، يا راجل حرام عليك، انت الحصان ده بيجيبك على طول للمكان هنا لبيرتويك بارك، مكان شغلك. Said the squire، اللي هو سكواير جوردون. He was very clever to remember the way. كتر خيره انه عارف الطريق وبيجيبك من الطريق. You must never be cruel to a little pony. عليك ألا تكون قاسي مع حصان صغير زي ده. تأدب. We walked back to the stables. رجعنا عند الاستبلات بتاعتنا. سكوير جوردون باتد مي أو باتد ماي نيك، يعني طبطب على رقبتي كده. As he handed the reins to James. وهو بيدي اللجام لجيمز اللي هو stable boy. His face was very sad. وشه حزين، اللي هو سكوير جوردون حزين من الموقف اللي شافه عند البوابة. And I knew he was thinking about، وعارف انه كان بيفكر في سوير البيلدر الباد. And his poor little pony، وحصانه الصغير الغلبان او المسكين. كده الشابتر التاني خلص. مطلوب مننا حفظ الاسئلة سؤال واجابة. يا شباب الاسئلة سؤال واجابة من اول هنا. الأسئلة سؤال وإجابة. تمام؟ سؤال الأول. Where were Ginger and the Black Beauty standing when she told him her story؟ كانوا واقفين فين لما حكت له الحدوتة بتاعتها؟ Under the chestnut tree. Under the chestnut tree. أهيت كلمة واحدة احفظها. Under the chestnut tree. سؤال الثاني. How did Samson treat Ginger؟ Samson ازاي عامل جينجر؟ كان بيعامل جينجر ازاي؟ اكتب لي كده وقت. He treated her badly. He treated her badly. اللي هو شرحها. He held her mane roughly. مسكها من عرفها او راسها roughly بقصوة. Pulling her along by bridle. وشدها بيجرها بالبريدل. And the other man، والرجل اللي معاه التاني. With him whipped her. كان بيضربها بالكرباج. When Ginger kicked him. He dug his sharp metal spurs into her sides. طبعا عورها بالسبارس بتاعه في جنبها. The spurs cut her badly. عورتها بطريقة سيئة. يعني اقدر اقول ملخص الكلام ده ان سامسون treated Ginger badly. Why did Samson dig his sharp metal spurs into Ginger's sides? ليه سامسون عورها في جنبها او ليه كان بيضغط عليها برجليه؟ because she kicked وبجد and reeled، يعني كانت بترفس او بتزقر لما he started to whip her بعد ما ضربها او عندما ضربها. could Ginger throw Samson off her back؟ Ginger قدرت ترميه من على ظهرها؟ yes she could. Why did Samson limp through the gate? ليه سامسون كان بيعرج؟ Because Ginger threw him off the back. لأن Ginger رمته من على ظهرها. When did Samson the father came into the field؟ بابا جه إمتى الحقل؟ قلنا when the sun went down، عند غروب الشمس. Who batted Ginger and feed her after she had thrown Samson off her back
قلنا طبعا سامسون ذا فادر هو اللي عمل كده, هو اللي طبطب عليها. What did Samson's father fill Ginger's bucket with؟ ملالها الجردل بتاعها بإيه؟ قلنا cold water, بمية ساعة. Who washed the blood؟ من اللي غسل لها الدم اللي كان في جنبها؟ برضو Samson's father, the old man. What happened when Ginger's got better؟ اللي حصل لما Ginger خفت وربنا شفاها؟ قلنا the old man sold her to a smart man from London. What did the smart man from London need Ginger for? قلنا for pulling his carriage, عشان تجر العربية بتاعته أو الحنطور بتاعه. Who made Ginger, من اللي خلى Ginger wear a bearing rein, تلبس الرين الجام اللي بيرفع الراس لفوق قوي؟ طبعا هو السمارت مان فروم لندن. وقت الحصة قدامي أقل من دقيقة, الأسئلة كلها ديت هتتحفظ سؤال وإجابة في نقطتين. النقطة ده هي هنكتب فيها دلوقتي نمبر 2 مش محلولة حلها. نمبر 2 هقول سامسون هيلد جينجر زمين ام اي ان اي ام اي ان اي بوش دي ذا بيت بي اي تي, خلاص كتبناهم مين ام اي ان اي وبيت بي اي تي. الكلمة التانية او النقطة التانية اللي مش محلولة اللي هي ده هي نعم مين ام اي ان اي